شنو تشوفين الاجواء حاليا بغابات الموصل بعيد الفتره المباركه؟ انا اول مره اول عيد انا عيد هنا بالموصل من صارت الاحداث. احنا طلعنا على الشمال بس الحمد لله جيت هسه اول عيد. لا الحمد لله والشكر، الصلاه على محمد، جو زين مليء. ليش انتم شايعين العيد بالشمال اطيب لو بمدينتك مدينه الموصل؟ والله هي بالشمال ولا هن ماكو فرق بصراحه، اثنيناتهم ماكو فرق، لان هسه اهل الشمال عايجون على الموصل واهل الموصل عايروحون على الشمال، فماكو شيء يعني اكو شيء فرق بيناتهم. وانت ايش تقولين يعني بالموصل هي حاليا بالموصل ليش؟ يعني يم اهلك يم اولادك منطقتك مكان اللي ولدتي بيها اهلي اولادي بناتي. كل عام وانت بخير، يا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. وانتم بخير حبيبتي. زين تكلمنا الاجواء حاليا بغابات الموصل بالعيد شلونها؟ يعني اشقص صايره بالموصل ما صايره مثل هالمره، يعني هالمره الشيء يعني مو طبيعي. يعني اسمع العالم برا شو يقولون، بغداد لما بغداد يقول له بغداد بالزوراء مو هيجي مو مثل الموصل، شنو قصتهم هالمره؟ يعني شغله مو يعني الحمد لله امان امان فول. هذا العيد يعني اختلف يعني عن باقي الاعياد يعني اللي مرينا بيها؟ يعني ابد عن باقي الاعياد مو مثل اللي قبل، يعني هسه وين تختلف عن العالم كلها طلعت على الشيء شافته من قبل يعني من وقت داعش. يعني الشيء اللي صار يعني ما قليل، يعني مستجئين انه لازم يطلعون ويلفون عن نفسهم بالعيد. ايه لا هسه العالم اكثر من كل السنين، انا اشوف هاي السنه اكثر من كل السنين راحت، يعني كانت العالم تطلع بس مو هيجي. والله الاجواء طيبه والعالم مرتاحه وما اروح مرتاحين، كنا قبل ما مرتاحين يعني قاعدين مثل ما يقولون خزينه بالبيت. هسه العالم عم تطلع عم تشوف عم تروح عم تجي ومرتاحه وفرحانه. زين حجي اول يوم العيد وين رحتم؟ ثاني يوم العيد؟ اول يوم على المقبره. من المقبره على الاهل، شفنا الاهل وجينا. واليوم يعني مخصصين انه تجون على الكازينو؟ على الكازينو، جبناهم وجينا. تكلمي لي على ترتيبات العيد شلونها عندكم بالبيت؟ والله الحمد لله، اول بالبدايه هدوم نشتري، بعدين نقوم نسوي الكليتشه، وبعدين الشرزات والشقليت، ونحضر المواعين من الليل، والهدوم يحضروها والحمد لله. اكو منهم ما ينامون؟ من ليله العيد ينتظرون؟ والله ما نمت. اي والله ظليت اني والولد يعني وزوجي ابو سي ظلينا انتظرنا الى ما ظليتم لثاني يوم؟ والله لثاني يوم لما جيت ركبت سياره وجيت لاهلي. الكليتشه منو سواها انت لو منو سواها؟ حتى سويت لاهلي وجبتها وياي. وحدك؟ الحمد لله لا عندي بنات اثنين ساعدوك بيها. اي زين وش انطلعت؟ ما نسوي كليتشه يعني ما عنده عيد. بلا كليتشه العيد ما يبين عيد يعني تحسين يعني ايه. وهاي العادات اللي ملتزمين بها اهل الموصل كليتشه وتشقليت. الحمد لله هذا العيد ايش يختلف عن باقي الاعياد؟ والله بالامان هذا العيد يعني امان ما شاء الله فول. اكيد يعني يكون اهالي جانب الايمن معانا، يعني هذاك العيد كانوا جانب الايمن محاصرين يعني مو موجودين معنا. الفرحه صارت فرحتين بعد يعني هذا الشيء فرحنا اكثر، ونتمنى من الله يعني الحكومه تدهق عليهم تعمر لهم بيوتهم كذا وهاي الشغلات. اي والله. زين تكلمنا على ترتيبات العيد عندكم بالبيت. والله ايش العيد ينزلون يشتروا قبل العيد بيومين ثلاث ملابس واغراض للعيد وكذا. تكلم لي اول شيء من رحت على صلاه العيد، بعد صلاه العيد ايش صار وبعدها ايش صار؟ بعد صلاه العيد نطلع نتعايد مع الجويرين والاصدقاء والقرايب ايه، ونرجع على البيت تغيق قيمه الصبح ايه نتغيق. اريد اعرف السبب ليش يعني اول يوم العيد لازم يكون قيمغ؟ والله هاي من زمان يعني من عينا من ايام ابونا وجدنا الصبح اول يوم العيد لازم قيمغ.